شو عم تعمل هون؟ انت يا مو لازم تكون تحت هلأ؟ يعني هلأ من شوي مونيشا طلعت تغير ثيابها والكل بيعرف هالشي، فانت ليش اجيت؟ اجيت مشانك، قصدي كنت عم دور عليكي، جيت لهون بهالوقت بالذات كرمالك. طيب ليش عم تدور علي؟ هلا الصراحة كان بدي شوفك بريتا. بالحقيقة بريتا أنا دايما كل ما بشوفك بحس بسعادة كبيرة. أنا حابب ضل معك وقت أكبر يا بريتا، هذا هو السبب، مشان هيك اجيت دور عليك. ولكني شفتك بريتا، اسمحي لي، خليني أقول لك شغلة. أنا برتاح كتير لما أكون معك. وشغلة تانية، أنا بدي أعترف لك بشغلة من زمان بريتا. لحظة بس، أنا جيت لهون لحتى نادينهم، رح أتأخر عليهم. ليش هيك عم تطلع فيني؟ يعني بدك تتخانق مرة تانية؟ لازم تنبسط إنه بس عم بطلع فيك هيك. اسمع بريتفي، أنت عم تجي على بيتي بس شو في مشاعر جواتك يا ريت تسيطر عليها، عم تفهم؟ شو مفكر حالك الرومانسي الوحيد بهالدنيا؟ تعرف شو؟ أنت هلأ كتير غيران مو هيك؟ بس أنا كتير بحب شوفك وأنت عم تموت من الغيرة. مو معقول قديش بنبسط، أنا كتير مبسوط. مو معقول قديش مبسوط لأنك شفتني وأنا عم بحكي كلام حلو رومانسي مع بريتا من شوي. بريتا هلأ بتكون خطيبتي أنا، يا ريت أنت تفهم هالشي وتفهمه كتير منيح، لأنه رح تشوف شي ما بيعجبك. فهمان كارا؟ أنا هلأ رح فهمك. إذا تاني مرة بشوفك عم تحكي هيك مع بريتا رح تشوف شي بحياتك ما شفته، فهمت؟ عم تهددني؟ فهمها مثل ما بدك، أنت شكلك مو عارفان مع مين عم تحكي. بس أنا هلأ عن جد عم هددك، فهمان؟ أنا شفت بريتا كيف تضايقت منك لما أنت حاولت تمسك إيدها قبل شوي، هذا بيعني إنه هي مو مرتاحة معك بالمرة، مشان هيك ما تحاول تتقرب منها أبداً. شو؟ عن جد؟ أنت مين بتكون؟ شو هي صلة قرابتك فيها؟ قلي، يعني لتكون أنت أخوها؟ ولا قلك؟ يمكن تكون الحارس تبعها؟ شو دخلك أنت فيها لحتى جاي عم تهددني وعم تقلي شو لازم أحكي وكيف لازم أتصرف مع خطيبتي؟ أنت بتعرف لحالك، أكيد بتعرف منيح ارتباطي أنا وبريتا كيف. أنت لازم تعرف شي بالأول، شو ما صار بريتا بتضل خطيبتي إلي، وأنا بعرف كتير منيح أنت بالنسبة لبريتا شو، وأنت مو أكتر من صديق بالنسبة لها، أنت صديق وبس. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.